وبك آمنت، وبك آمنت أي آمنت، أي آمنت بالله عز وجل ربا إلها خالقا معبودا بحق، وآمنت بأنه تبارك وتعالى الموصوف بصفات الكمال والجمال والإجلال والعظمة، وأنه الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى. فقوله لك أسلمت يشمل معنى الإسلام كله، معنى الإسلام كله، وبك آمنت أيضا يتضمن الإيمان به سبحانه وتعالى وما يتعلق به كذلك. وعليك توكلت، وعليك توكلت، هذا وجه الشاهد، أن لا يكون توكلك إلا على الله سبحانه وتعالى. وسبق أن ذكرنا حقيقة التوكل، وأنه تعلق القلب واعتماد القلب على الله في جلب النفع ودفع الضرر مع بذل الأسباب، مع بذل الأسباب المشروعة. فحقيقة التوكل تعتمد على الثقة بالله والاعتماد على الله، الثقة بالله عز وجل والاعتماد على الله تبارك وتعالى، أن تكون ثقتك بالله كبيرة، أن تكون ثقتك بالله كبيرة. وهذا الجانب من جوانب التوكل وهي الثقة بالله تفتح لك آفاق عظيمة، فلا شيء يعجز الله تعالى، ولا شيء تعده مستحيلا، ولا شيء تيأس من قضائه والسعي فيه ولا تقنط منه. هذا الثقة بالله سبحانه وتعالى. ثم الاعتماد على الله، الاعتماد على الله، فهذا فيه الاستعانة بالله عز وجل، فهذا فيه الاستعانة بالله تبارك وتعالى. وعليك توكلت أن تكون ثقتك بالله واعتمادك على الله، واعتمادك على الله سبحانه وتعالى. فأول شيء تعتمد على الله، ثاني شيء تسلم أمرك لله، وثالث شيء تفوض أمرك لله جل وعلا، فما قضاه الله تعالى ترضى، ترضى به. قال وإليك أنبت، الإنابة هي الرجوع والعودة، وفيها معنى التوبة، أن ينوب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، وهذه الإنابة هي عبادة من العبادات العظيمة. قال جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وأنيبوا أي ارجعوا وتوبوا إلى الله وأسلموا لله سبحانه وتعالى. وكما قال جل وعلا إليه أدعو وإليه أنيب، وفي وصف أنبيائه أنهم كانوا منيبين إليه سبحانه وتعالى، وأمر جل وعلا بذلك منيبين إليه واتقوه ولا تكونوا من المشركين. فالإنابة عبادة عظيمة المقصود بها الرجوع إلى الله والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وإليك أنبت وبك خاصمت، وبك خاصمت أي بك أحاجج، وبك أدافع، وبك أقاتل. خاصمت تشمل هذه المعاني، الاحتجاج والمدافعة ومحاججة أعداء الله عز وجل بالحجة والبرهان وبدفع مكيدهم ومقاتلتهم. فالمخاصمة إنما تكون بالله تبارك وتعالى. وبك خاصمت، وإذا خاصم العبد بالله عز وجل نصره الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثم ذكر تعوذا من التعوذات، والتعوذ هو نوع من أنواع الدعاء، ومقصوده هو الاعتصام بالله والالتجاء، والالتجاء إلى الله، الاعتصام والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى من كل كيد ومن كل ضرر. وهو من أعظم الأدعية
التي تنفع العبد في دفع الضرر عنه. اللهم إني أعوذ بعزتك. العوذ هو الالتجاء والاعتصام، ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم السورتين بالمعوذات، الفلق والناس، الفلق والناس. وعلمنا أن نتعوذ بهما لدفع ولرفع، للدفع وللرفع، لدفع ضرر العين والحسد والبغض والسحر، وأيضا لرفع الضرر، ضرر العين والحسد والغيظ والسحر وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سحرته اليهود جاء جبريل فقرأ عليه سورتين الفلق والناس، وفيهما 11 آية. الفلق فيها 5 آيات، والناس فيها 6 آيات، ومجموعهما 11 آية. كلما قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم آية انحلت عقدة، وكان قد سحر في مشط ومشاطة وألقي في بئر، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في رؤيا له، فأمر أن يؤتى بذلك من هذا البئر، فجيء بهذا المشط والمشاطة، فكلما قرأ آية انحلت العقدة، فقام صلى الله عليه وسلم وكأنه ليس به شيء. فالمعوذات من الأمور العظيمة التي تدفع عن المسلم ضرر العين والحسد والبغض وضرر الكيد وضرر السحر، وكذلك ترفع عنه ذلك، ترفع عنه ذلك. ولهذا قد شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم، أو شرع الله لنا في شريعته على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، الكثير من التعوذات، الكثير من التعوذات. تعوذات تقال في أذكار الصباح، في أذكار المساء، في أحوال كثيرة، في أزمنة، في أمكنة. إذا نزل منزلا تعوذ بالله، أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق. قال صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بالله بكلمة الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء في منزله ذاك، لم يضره شيء في منزله ذاك. يعني إذا سافر أو مشى إلى مكان ما ونزل في مكان ما، فإنه مما يشرع هذا الذكر، هذا التعوذ. كذلك تعويذ الأولاد من العين، كان عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين، يقول: أعيذكما بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويقول كان إبراهيم يعوذ بهما يعني إسماعيل وإسحاق عليهم جميعا الصلاة والسلام، أو كما جاء في الحديث. فهذا أيضا ما يعوذ أو يتعوذ به الإنسان لدفع ضرر العين ولرفعها كذلك. والتعوذات كثيرة في السنة وحتى في آيات القرآن الكريم. وإذا جاء الإنسان يقرأ القرآن الكريم يتعوذ بالله، قال جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان الذين آمنوا على ربهم يتوكلوا، إنما سلطان الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، اتفق العلماء على أنه يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جاء في السنة أنه يقول، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم همزة ونفخ ونفخ، وأحيانا يزيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، على نسق الآية: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس إن في الآية الأخرى إنه السميع العليم. والاستعاذة عند القراءة هي التجاء إلى الله جل وعلا، التجاء واعتصام بالله تبارك وتعالى، فإن يدفع عنه الشيطان ووسوسة الشيطان، فلا يحضرك رياء ولا يحضرك شيء يلبس عليك قراءتك. فهذه التعوذات كثيرة وهي مشروعة، ومنها الذي جاء في هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بعزتك. نعم،
اللهم أعوذ عندك، اللهم إني جاهد، اللهم إني أعوذ. نعم، قال أعوذ بعزتك، بعزة الله، الله تبارك وتعالى من أسمائه العزيز، ومن صفاته العزة، ومن أفعاله أنه يعز من يشاء، قال جل وعلا وهو العزيز الحكيم. إن الله عزيز ذو انتقام وهو العزيز الحكيم. وقال جل وعلا فإن العزة لله جميعا، فإن العزة لله جميعا. وقال جل وعلا تعز من تشاء وتذل من تشاء. فمن أسمائه العزيز، ومن صفاته العزة، ومن أفعاله أنه يعز من يشاء ويذل من يشاء. والعزة تطلق ويراد بها معاني ثلاث: عزة القهر، وعزة القوة، وعزة القدر. عزة القوة القهر والقوة والقدر. عزة القدر ذو المكان العظيم والمنزل الجليلة، فالله تبارك وتعالى متصف بصفات الكمال، عزيز حكيم. وعزة القوة أي أنه القوي على كل شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يعجزه مثقال ذرة. إذا أراد أن ينفذ شيئا أنفذه، إذا أراد أن ينفذ شيئا أنفذه سبحانه وتعالى، فلا أحد يمنعه، ولا أحد يعجزه، ولا أحد يضعفه. قال تعالى ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكلثه ولا يثقله حفظ السماوات والأرض، على ما فيهما وما عليهما وما بينهما وعلى سعتهما. فالله خالقهما وهو قادر على حفظهما وعلى إنفاذ ما شاء فيهما. قال جل وعلا قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يملك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. لما قالت النصارى إن الله هو المسيح ابن مريم، قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قال جل وعلا فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. لا أحد يملك ذلك، لا أحد يمنع الله عز وجل من هذا. عزة القوة والمنع، وعزة القهر، وعزة القهر. قال جل وعلا وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. فإذا في هذا الدعاء اللهم إني أعوذ بعزتك، بقوتك، وبمناعتك، وبعلو قدرك، وبقهرك لعبادك، أن تلتجئ إلى الله الذي له صفة العزة بهذه المعاني الثلاث كما قال أهل العلم. اللهم إني أعوذ بعزتك، هذا التجاء إلى الله، التجاء إلى الله وإلى صفة من صفات الله عز وجل، فيه جواز التعوذ بصفات الله سبحانه وتعالى، التعوذ بصفات الله عز وجل، كما يجوز التعوذ بكلماته: أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، كما جاء في الأذكار. نعم، فالعزة من القوة والشدة والغلبة والمنع والقهر كذلك. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني. لا إله إلا أنت، هذا ثناء على الله، ثناء على الله سبحانه وتعالى بالوحدانية، وأنه تبارك وتعالى وحده لا شريك له، ولا معبود بحق إلا هو جل وعلا. أن تضلني متعلق بأعوذ، يعني اللهم إني أعوذ بعزتك من أن تضلني. هذا فيه التجاء إلى الله من أن يقع العبد في الضلال وفي الزيغ وفي الهلاك، لأن التوفيق بيد الله، والهداية بيد الله، والعناية بيد الله، وتيسير سبل الخيرات بيد الله، الهداية للصراط المستقيم بيد الله، كله بيد الله. وليس للإنسان في ذلك فرط ذكاء أو فطنة أو دهاء،
ولهذا كان مما يشرع لنا دائما نقول اهدنا الصراط المستقيم. قد يقول القائل وما فائدة من قولنا اهدنا الصراط المستقيم والإنسان مهدي وعلى الصراط المستقيم؟ الفائدة والاعتراف أولا بأن هذا فضل الله هو الذي تفضل به عليك، وثانيا الدعاء للثبات عليه، وثالثا الاستمرار على ذلك، الاستمرار على ذلك. فقوله أن تضلني أي من أن أقع في الضلال، فهو دعاء بالنجاة من الضلال، لأن الهداية والإضلال بيد الله عز وجل. قال تبارك وتعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. قال جل وعلا من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. ولهذا يتوسل العبد إلى الله سبحانه وتعالى بأن يهديه، يعترف بفضل الله عليه بالهداية ويدعو الله تعالى أن يهديه وأن يثبته وأن يستمر على هذه الهداية. ولهذا لما قال نبي الله يعقوب لبنيه ما تعبدون من بعدي، قال نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون. وقال في وصيته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الاستمرار والثبات على الهداية، الاستمرار والثبات على الهداية، فهذا أمرها عظيم، وهذا أمره عظيم ليس بالسهل. ولهذا يشرع للإنسان إذا مر على المبتلى أن يحمد الله، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك الله به وفضلني على كثير ما خلق تفضيلا. الحمد لله الذي عافاني، من الذي عافاك من هذا البلاء والابتلاء الذي بهذا الشخص، سواء كان بلاء ابتلاء في جسمه أو في عقله أو في أمور معنوية في ضلال وانحراف وغير ذلك، الذي عافاك هو الله. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك الله به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. هذه المعافاة وهذا الفضل إنما هو بيد الله عز وجل، وإنما هو محض فضل الله تبارك وتعالى. قال عز وجل من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. ولهذا كانت تتقد أفئدة العلماء، أفئدة السلف، على بكاء على الخواتيم، بكاء على الخواتيم، لا أحد يعلم ما يختم الله عز وجل له به. والعبرة بالخواتيم، قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. والإنسان ما منا إلا وتمر عليه أوقات يرى في نفسه ضعفا، ويرى في نفسه تقصيرا، ويرى في نفسه نيلا، وقد يقع منه أشياء لا يرضاها الله سبحانه وتعالى ولا يحبها الله عز وجل. فذاك الأمر الذي يقع من الإنسان، فكما أنه وقع منه أيضا هو محتمل أن يبقى عليه ويدل، فلا يرجع إلى الله ثم يختم له بهذه الخاتمة السيئة عياذا بالله تعالى. ولهذا فالإكثار من هذا الدعاء وملازمة هذا الدعاء هذا أمر مهم، هذا أمر مهم. قال صلى الله عليه وسلم القلوب بين أصبعين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، القلوب بين أصبعين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قال عليه الصلاة والسلام إن القلوب أشد تقلبا من تقلب القدر، الماء في القدر إذا اشتد غليانا. فإذا الهداية والإضلال بيد الله عز وجل، فينبغي للمسلم أن يكون متعلقا بالله، حريصا على حسن الخاتمة، حريصا على أن يختم له بالحسنى. ومن تمام الحرص على حسن الخاتمة أن يحسن العمل، أن يحسن
العمل صباح مساء، كما ذكرنا في كلام الإمام ابن القيم في الدرس الماضي، قال: لا أرى ولا أعلم أحدا يرى ويعتقد الجنة والنار تمر عليه سائلة في طاعة من طاعات الله سبحانه وتعالى إلا وهو يتقلب في طاعة من الطاعات. لا إله إلا أنت أن تضلني، هذا التجاء إلى الله سبحانه وتعالى طلبا للهداية وسلامة من الضلال والغواية. ولهذا من الأدعية التي كان يشتد حرص النبي صلى الله عليه وسلم عليها: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. نعم، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، هذا ثناء على الله بصفة الكمال، وأنه تبارك وتعالى الحي الحياة الكاملة. قال جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي القيوم، هذان الاسمان تضمنا جميع الصفات، فالحي تضمن جميع صفات الذات المتعلقة بذات الله عز وجل، لأنه تبارك وتعالى له الحياة الكاملة. والقيوم تضمن جميع صفات الأفعال، فكل شيء قائم بالله عز وجل، لا يستغني عن الله، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هو الغني الحميد، فكل مفترق مفتقر إلى الله. فمن أسمائه جل وعلا القيوم، كل شيء قائم به سبحانه. نعم، وكما قال تعالى: الله الصمد تصمد إليه كل أشياء، فلا شيء يستطيع أن يستغني عن الله، ومن استغنى عن الله تبارك وتعالى طرفة عين هلك. لهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فإنك إن تكلني إلى نفسي وكلتني إلى ضعف وهوى خواف. فإذا وكل العبد إلى نفسه تغلبت عليه كثيرا من المؤثرات، وما إذا التجأ واعتصم بالله عز وجل، فكما قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. نعم، قال: أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. حياة الله كاملة، قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وكل من عليها فان يبقى الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى ما يشاء. يوم القيامة يقبض الله تبارك وتعالى السماوات بيمينه والأراضين بيده الأخرى، ثم يقول: أنا الملك، أين الملوك؟ أنا الجبار، أين الجبار؟ أين الجبار؟ لمن الملك اليوم؟ ينادي سبحانه وتعالى ثلاثة فلا أحد يجيب، كل من عليها فان، فإما يجيب نفسه لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. أنت الحي الذي لا يموت. وها هنا أيضا فيه مناسبة في ذكر هذا الحديث في هذا الباب، مناسبة الأولى: وعليك توكلت، وهنا: أنت الحي الذي لا يموت. والتوكل إنما يكون على الحي الذي لا يموت، لهذا قال جل وعلا: فتوكل على الحي الذي لا يموت إنك على الحق المبين. فتوكل على الحي الذي لا يموت إنك على الحق المبين، فهو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، وإنما التوكل يكون عليه عز وجل، فهو الذي يقضي لعبده أموره. والجن والإنس يموتون، الجن والإنس يموتون. بعض العلماء استدل بهذا الجانب من الحديث أن الملائكة لا تموت، استدل بهذا الشطر من الحديث أن الملائكة لا تموت، وهذا لا يسلم، وهذا لا يسلم، لأن اللفظ هنا هو لقب، والجن والإنس يموتون، الجن لقب والإنس لقب. وعند أهل الوصول يقولون: اللقب لا مفهوم له، الأصل في اللقب أنه لا مفهوم له، يعني
لا يفهم غيره ضده منه. فلما قال جل وعلا محمد رسول الله لا يعني أن غير محمد ليس برسول، فآدم رسول ويونس رسول وإدريس رسول وهود وصالح وشعيب وإبراهيم ونوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وغيرهم كلهم رسل وأنبياء. فمحمد رسول الله قال لقب بمعنى ليس المقصود غيره ليس برسول، ها هذا كذلك قال هنا والجن والإنس يموتون لا يعني أن غير الجن والإنس يموتون لا يموتون لا نعم. ويمكن أن يكون الملائكة تدخل في الجن من باب المعنى اللغوي، لأن مادة الجيم والنون والنون تدل على الاستتار، والذين يستترون عن عالمنا الجن كالملائكة، فإننا لا نراها على حقيقتها، لا نراها على حقيقتها. نعم. فهذا ما تضمنه هذا الحديث من المعاني، وفيما ذكرناه يعني ما يغني عن من الفوائد ما يكفي. ثم قال رحمه الله تعالى الثالث، يعني الحديث الثالث، يعني الحديث الثالث في هذا الباب، عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قال إبراهيم حين ألقي في النار، وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، هذا الحديث رواه البخاري. وفي بعض ألفاظه قال عليه الصلاة والسلام كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. هذا في لفظ عند البخاري كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل، أو كان آخر يصح ذلك قول إبراهيم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل. هذا فيه الإشارة إلى أن هذه القولة هي آخر ما قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار. و ايش؟ اي نعم. طيب نعم. نعم، وفي رواية داود بن أنس. نعم. طيب، وروى أبو نعيم في المستخرج من طريقه بلفظ أول ما قال إبراهيم حسبي الله ونعم الوكيل. فذكر الحافظ بن حجر أن الجمع بينهم أنه هو أول وآخر شيء قاله، هو أول وآخر شيء قاله، يعني ما قال إلا هذه الكلمة، فهي أول كلمة قالها وهي آخر كلمة أيضا قالها، هي أول كلمة وآخر كلمة قالها. طيب، قال وفي رواية داود بن عباس رضي الله عنهما قال كان آخر قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل. هذا الحديث تضمن موقفين عظيمين لنبيين ورسولين، إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، في مواقف إيمانية عظيمة تجلى فيها توكلهما على الله عز وجل ويقينهما بالله تبارك وتعالى. فأما إبراهيم عليه الصلاة والسلام فحين ألقي في النار، إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار حاجج قومه بالآيات والبراهين والدلائل البينة الواضحة، وأقام عليهم الحجج التي تدل على تسفيه آلهتهم وبطلان دينهم، حاججهم بالنظر في الكواكب، وحاججهم بأن آلهتهم لا تنفع ولا تضر شيئا. قال فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفاق قال أحب الآفين، فلما جن رأى القمر قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكون من قوم الظالمين.
فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إلى آخر الآيات. هذه من الحجج التي أقامها إبراهيم على قومه، كما قال تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ربك حكيم عليم. وكذلك لما اجتمعوا في يوم الزينة وخرجوا في يومهم ذاك تعلل إبراهيم بما بالمرض، وأشار إلى ما يعني يعتقدونه كما قال جل وعلا، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين. هم كانوا يعني يتعلقون بالنجوم ويعبدون الكواكب ويرون فيها التقدير والنفع والضر، فقال فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم يعني مريض، لا أستطيع أن أخرج معكم ونحضر يوم زينتكم هذه، فتخلف عنهم فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضرب باليم فأقبلوا إليه يزفون قال أتأمرون ما تنحتون والله خلقكم ما تعملون. فلما كسرها وهدمها جاءوا وقالوا أننا نسمع أن إبراهيم يذكرها بسوء، فلما قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوا كلمته كسرها بالمعول وترك الكبير وعلق عليه المعول، قال اسألوه. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، هؤلاء لا ينطقون فكيف تعبدونهم، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولمن تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. يعني هذه أصنام لا تعبد، لا تتكلم، لا تنفع، لا تضر، لا تسمع، لا تبصر، كما قال لي أبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فراجعوا وعلموا أنهم هم الذين في ضلال مبين، ثم جاءهم التعنت والعناد وقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، يعني هؤلاء على بكر ما يتكلموش كيف تقول لنا سألوهم، فسفه أحلامهم وآلهتهم قال هؤلاء لا يتكلمون لا ينطقون لا ينفعون لا يضرون فكيف تعبدونهم. فعند ذلك قال حققوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وعندها قال تبارك وتعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فلما ألقوه في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل، أول كلمة قالها وآخر كلمة حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله أي كافيني الله تبارك وتعالى، وهذا توكل على الله، توكل على الله، فالكفيل والحسب هو الكفيل وهو الكافي، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم الكفيل ونعم الحسب، نعم الكفيل ونعم الحسب، فحسبك هو الله سبحانه وتعالى، ولا كافي ولا كفيل ولا حسب إلا الله جل وعلا. ولهذا قال تبارك وتعالى يا أيها النبي حسبك الله، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أيضا حسبهم الله. نعم، كذلك في الآية قال حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله، حسبنا الله، قال حسبنا الله ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، وقالوا حسبنا الله يعني الله كافينا، سيؤتينا الله ورسوله من فضله، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله يعني من المال ومن المغانم، فهذا يفيض الله عز وجل به عليه، وأيضا يقسم له النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا سيأتينا الله من فضله ورسوله، أيضا يؤتيهم الله جل وعلا ويؤتيهم النبي صلى الله عليه وسلم من المغانم، لكن حسبنا الله لله، وقالوا حسبنا الله وحده لا شريك له، وليس حسبنا الله ورسوله، هذا خاص بالله عز وجل، خاص بالله تبارك وتعالى، عليه التوكل وعليه الاعتماد وعليه وإليه التفويض سبحانه وتعالى. حسبنا الله يكفينا الله ونعم الكافي هو الله سبحانه وتعالى.
ونعم الكافي هو الله سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وكما قال جل وعلا وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فنصره الله تبارك وتعالى. قلنا يا نار كوني بردا، ليس بردا فقط لأن النار تضر، كذلك البرد يضر، هو برد فيه سلام. قلنا يا نار كوني بردا، بردا سالما على إبراهيم، بردا وسلاما، فبرد فيه السلام. خرج منها يمشي كأن لم يصبه شيء، ولم يصبه شيء عليه الصلاة والسلام. هذه فائدة التوكل على الله واليقين بالله والثقة بالله سبحانه وتعالى. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما في غزوة أحد لما أصابه ما أصابه، فوقع القتل في 70 صحابيا وانفصل الجيشان ورجع الكفار قريش إلى مكة، فأرسل ما أحد إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره إن أبا سفيان يريد أن يعيد الكرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج، متجهز للخروج، حتى نزلوا بدر من الصغرى وأقاموا فيها، فلا يعني نالوا الفضل والأجر بخروجهم بنية الجهاد. ولما نزلوا تلك المنطقة تبايعوا فيها واشتروا وأقاموا تجارة، ثم رجعوا إلى المدينة، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. هذا من فوائد التوكل على الله تبارك وتعالى. ففي الحديث الاستعانة بالله عز وجل كما قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وأنه تبارك وتعالى يجيب عبده كما قال جل وعلا أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. وكذلك في قول في مناداة يونس فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له، هذا التعلق بالله عز وجل. كذلك قول موسى عليه الصلاة والسلام فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إنا معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى على الفور التوكل مباشرة بعد أن قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، الجبل العظيم الشامخ، فصارت ماذا في البحر، صار فيه 12 طريقا، كل صبط له طريق، مو طريق واحد يتزاحمون عليه بل لكل صبط طريق، فخاضوه حتى خرجوا من الناحية الأخرى أي بنو إسرائيل، فلما خرجوا عن آخرهم توسطه فرعون وأتباعه وجنوده، فرد عليهم الله جل وعلا البحر فأغرقوا، وكان فرعون آية للناس، أبقاه الله تعالى آية للناس. في قوله عز وجل فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له، هذا في نداء يونس عليه الصلاة والسلام. قبله أيوب، وأيوب إذ نادى ربه أن مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وأيوب فاستجبنا له مباشرة، نادى ربه وكانت شكواه إلى ربه سبحانه وتعالى فاستجبنا له. كذلك بعد قصة يونس وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له على الفضل، فاستجبنا له على الفضل. فهذا من فوائد الاستعانة والتوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك فيه عدم الخوف والرهبة، وأن يكون اليقين بالله سبحانه وتعالى وبنصر الله عز وجل. نعم. هذا
من الفوائد التي تذكر في هذا الحديث التي تذكر في هذا الحديث. نعم. قال الرابع أي الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. رواه مسلم. أفئدتهم مثل أفئدة الطير رواه مسلم. أبو هريرة مر معنا كثيرا، عبد الرحمن بن صخر الدوسي يكنى بأبي هريرة، كان يعني يحمل معه هرة وهو يرعى الغنم، فقيل كان أول من كناه بذلك هو أبوه، وقيل النبي صلى الله عليه وسلم فكان يناديه يا أبا هل أو يا أبا هريرة. وأسلم أمام خيبر سنة 70 هجرة، لازم النبي صلى الله عليه وسلم وظفر بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام له أن لا يسمع منه شيء إلا حفظه، فكان أكثر الصحابة حفظا وأكثر الصحابة رواية، عفوا أكثر الصحابة رواية للحديث، روى من الأحاديث كتب السنة 74 أو 74 و305 حديث رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم. أفئدة جمع فؤاد، قال فؤاد ويقال الفؤاد، وهو القلب، وهو القلب وهو الجنان وهو البال وهو العقل، فكل يطلق عليه هذا اللفظ. يدخل الجنة أقوام أفئدتهم قلوبهم بالهم جنانهم مثل أفئدة الطير، كأفئدة الطير. هذا فيه التشبيه والتمثيل، هذا فيه التشبيه والتمثيل. والمقصود قال النووي: أي مثلها في رقتها وضعفها، مثلها في رقتها وضعفها، رقة القلب وضعفه، فيكون الإيمان أنفذ فيه من غيره، كما قال عليه الصلاة والسلام في أهل اليمن أنهم ماذا؟ أرقها قلوبا وأضعفها أفئدة. جاءكم أهل اليمن أرق الناس قلوبا وأضعفهم أفئدة. وقيل أفئدة كأفئدة الطير أي في الخوف والهيبة، فالطير أكثر الحيوان خوفا وفزعا، وكذلك هؤلاء الذين يدخلون الجنة أفئدتهم أكثر الأفئدة خوفا وفزعا من الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكأن المراد أن هؤلاء قوم غلب عليهم الخوف من الله عز وجل، كما جاء عن كثير من أئمة السلف أنهم بلغ منهم الخوف من الله عز وجل مبلغا عظيما، كانوا على خوف شديد من الله سبحانه وتعالى، كانوا على خوف شديد من الله سبحانه وتعالى، لربما الواحد يقرأ آية فلا يستطيع أن يتمها لشدة خوف من الله عز وجل ولعظم تبجيله وتعظيمه عز وجل من شدة الفزع من شدة الخوف، يقرأ آية فربما لا يستطيع أن يتمها، ولربما يقرأ آية فيقع مغشيا عليه فيموت. وكما قيل في أحد أئمة الحديث من رواة الحديث قرأ فلما وصل إلى قوله تعالى: فإذا نكر في الناقور سقط مغشيا عليه فحمل فمات على إثر ذلك. وذكر عن أحدهم أنه قال أنه قدموه للصلاة عليه فأبى، فقالوا: ليس إلا ذاك، لأنه أعلمنا وأقرأنا، فتقدم ليصلي بهم، فلما أمرهم بالاستواء في الصف استووا واعتدلوا، فلما قال استووا سقط مغشيا عليه، فصلوا وأتم الصلاة، فلما كلموه قال: لما قلت استووا كأن أحدا قال: استويت أنت مع الله حتى تأمر غيرك أن يستوي، فكانوا يعظمون الله تبارك وتعالى ويراقبون الله عز وجل في كل شيء.
فقيل هذا المعنى أفئدة كأفئدة الطير أي في شدة الخوف، وقيل أفئدة كأفئدة الطير أي المراد به التوكل، المراد به التوكل على الله عز وجل، كما سيأتينا في الحديث الذي رواه الترمذي من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنكم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو خماصا وتروح بطانا. فهذا قالوا المراد من الحديث. في الحديث فوائد، ومنها التبشير بالجنة والترغيب في الجنة بإلانة القلوب ورقتها، وأنه ينبغي للإنسان أن يبذل الأسباب التي بها يرق قلبه ويلين. ليس المقصود رقة القلب ولينه أن يتساهل الأحكام الشرعية، فالحرام حرام والحلال حلال، ووقت التسامح التسامح، وقت شدة وقت شدة. فهذا لا ينبغي أن يخلط بين هذه الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في الحديث اللاحق أن الرجل أراد يعني تسلل إلى الصحابة الكرام وأخذ شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد قتله، فكان الأمر انقلب عليه ثم عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن في غزوة النبي صلى الله عليه وسلم لما نقضت اليهود فحاصر النبي عليه الصلاة والسلام، وقدم حيي الأخطب لقطع رقبته، فتوسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يفرج عنه، قال: قربوه فاضربوا عنقه. قال: يا محمد، من للصبية؟ قال: لهم النار. من للصبية؟ يعني من الذي يقوم بهؤلاء الصبية؟ أولادهم صغار. قال: لهم النار. لماذا؟ لأن مثله يحتاج ومنه يناسب له هذا الجزاء وهذه العقوبة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم معروف بعفوه وحلمه ورأفته كما سيأتينا في الحديث اللاحق. لكن التيسير له وقته، أو التساهل والتسامح له وقته، والشدة لها وقته، وكل يعد من عدل وفضل هذا الدين. من فوائد تأكيد الخوف من الله سبحانه وتعالى وحسن التوكل على الله عز وجل. ومن فوائد الحديث الإشارة إلى العلاقة بين القلب وحال الإنسان، العلاقة بين القلب وحال الإنسان. نعم. قال النووي رحمه الله تعالى: قيل معناه متوكلون، وقيل قلوبهم رقيقة. نعم. ثم ذكر الحديث الخامس عن جابر رضي الله عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم، فأدركتهم القائلة في واد كثير العظاه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفرق الناس يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه، ونمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، وإذا عنده أعرابي، فقال: إن هذا اختلط علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا. قال: من يمنعك مني؟ قلت: الله. ثلاثة. ولم يعاقبه وجلس. الحديث متفق عليه. قال النووي في رواية قال جابر: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة، فاخترطه، فقال: تخافني؟
قال لا. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله. وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيحه قال من يمنعك مني؟ قال الله. قال فسقط السيف من يده فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال من يمنعك مني؟ فقال أي الأعرابي. لونها اي شوفوا بارك الله فيكم اللي ينسى سيارته كما هو في ينسوها. سيارة 206 هنا احيانا بيضاء بارك الله فيكم. نعم. فقال من يمنعك مني؟ الاعرابي قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال كن خير اخي. فقال تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ قال لا، ولكني اعاهدك الا اقاتلك ولا اكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله فاتى اصحابه، الاعرابي راح الى اصحابه، فاتى اصحابه فقال جئتكم من عند خير الناس صلى الله عليه وسلم. حديث عظيم هذا، حديث جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنه وارضاه، صحابي بن صحابي رضي الله عنهما، وحضر احدا وغيرها من المشاهد. استشهد ابوه في غزوه احد رضي الله تعالى عن الجميع، وهو من المكثرين في روايه الحديث. تفضل. وهو من المكثرين في روايه الحديث، حديث عند اصحاب الكتب السته، ووفاته سنه 78 من الهجره رضي الله عنه وارضاه. يذكر لنا هذا الحديث، وهذا الحديث كان في غزوة من الغزوات تسمى غزوة ذات الرقاع، ثم تسمى غزوة ذات الرقاع، كان فيها خرج فيها الصحابة الكرام عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 400. عندنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. يقول لم تلقى غريب الحديث من حديث ابن عباس، أيهم؟ ها؟ الرابع؟ عرضت عليه الأمم، ها؟
ذكرنا أظن ذكرنا. طيب عرضت علي الأمم الأرض هو رآها يعني وضعت بين عينيه كما ذكرنا، فرأيت النبي ومعه الرهيط، قلنا الرهيط تصغير الرهط وهو العدد القليل من الرجال ما بين 3 إلى 10. رأيت ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجلان، والنبي ليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم يعني بشر كثير، فظننت أن أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. الأفق هي الناحية والجانب المقصود مكان بعيد. نعم، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر، فإذا سواد عظيم، فقيل لي إن هذه أمتك ومعهم 70,000 تكون الجنة تمضي بغير حساب ولا علم. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، خاض الناس أي تناقشوا فيما بينهم وتحدثوا وتجادلوا وتناظروا في العلم، في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه، أي تتحدثون تتجادلون أطراف الحديث وتتناظرون فيه، فأخبروه. فقال هم الذين لا يرقون، قلنا هذه رواية شاذة، ولا يستقون هو طلب الرقية وأوضحنا الكلام فيها، ولا يتطيرون من الطيرة وأوضحناها أيضا، وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة، قلنا بضم العين وتحديف الكاف أو تشديدها عكاشة هو أبصح، أدعو الله يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قال رجل آخر فقال أدعو الله يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. قال النووي الرهيط بضم الضاء تصغير الرهط، وهم دون 10 أنفس، والأفق الناحية والجانب، وعكاشة بضم العين وتشديد الكاف وبتحذيفها، والتشديد أفصح. نعم. يقول ما حكم تناول حبوب منع الحمل قبل أن يجامع أهله؟ حبوب منع الحمل إذا كانت المرأة فيها ما يضبها ونحو ذلك جاز لها أن تفعل ذلك وأن ترتب وتنظم الحمل. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزم فقال لا عليكم أن لا تفعلوا، فإن الله إذا قضى النسمة كانت. وقال عليه الصلاة والسلام ليس من كل الماء يكون الولد، قد يكون من قطرة، فإذا قضى الله الشيء كان. وهذا العزم حكمه الكراهة، ومن باب أولى أيضا هذه الحبوب. لكن إذا كان يترتب على المرأة الضرر أو نحو ذلك جاز تنظيمه بشرط أن لا يكون في هذه الحبوب الضرر والأذى على المرأة، وهذا يرجع إلى حكم المرأة نفسها وحالتها ونحو ذلك. يقول كل مسلم فيه خير، فهل يصح هذا القول؟ يعني هو في الجملة صحيح، المسلم فيه خير، المسلم الذي يسلم أمره لله تعالى فيه خير. هذا يقول في قناة من القنوات يظهر أنها للأطفال لكن هي قناة شيعية وفيها سب الصحابة، قناة طه، فينتبه الناس لذلك. في قوله صلى الله عليه وسلم في 70,000 أنهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب، هل يفهم من ذلك أن غير من الموحدين الذين رجحت حسناتهم وسيئاتهم أنهم يدخلون النار؟ أنت قلت رجحت حسناتهم على سيئاتهم، فكيف يدخل النار؟ من رجحت حسناته على سيئاته فهذا من الجنة. والذين يستهون قيل هؤلاء هم أصحاب الأعراف، ومن رجحت سيئاته على حسناته فهذا يستحق النار، لكن قد يشفى فيه، قد يشفى فيه. نعم.
قال معوذتان ترفع الضرر من العين والحسد، وليس لا يرفعها إلا أن يتوضأ المعين ويصب ماء وضوء على المعين، أما غير ذلك فلا يرفع ضرر العين إلا إلى أن يشاء الله. يعني هذا موجود، كلاهما يصح الذي أصيب بالعين. فالسنة أن العائن يتوضأ فيأخذ المعين الذي أصيب بعين من هذا الوضوء من الماء الذي تبقى، يغسل أطرافه ووجهه وداخل إزاره ثم يرميه من خلفه، هذا الذي يرفع العين. لكن كذلك البقية بإذن الله سبحانه وتعالى، كذلك الرقية وقراءة المعوذة تنفع بإذن الله تعالى. يقول هذا هو المقاول، وأحيانا تكون عنده السيولة، والتاجر الذي يشتري عليه في حالة عدم وجود السيولة يقول لي أزيد لك في السلعة، قلت له لماذا؟ قال لي إنك تطيل علي في المدة، أحيانا تصل إلى 8 أشهر. نعم، أنا ما سألت، أنا حكيت فقط، لا تسأل، هذا الأمر غير جائز، هذا الأمر زيادة السلعة مقابل الأجل لا يجوز، أن تزيد في السلعة مقابل الأجل لا يجوز، هذا يعني إذا جاء ليشتري السلعة فقال 50، قال أنا خلصك على أسبوع، قال أعطيها 60، فصارت زيادة مقابل الأجل هذا لا يجوز أصلا. السؤال الثاني يقول كثر الحديث على المهدي المنتظر، هل هذا صحيح؟ وإن كان صحيح ما الدليل من الكتاب أو السنة؟ الأحاديث هذا كثيرة متواترة عند السلف، عند أهل السنة والجماعة، وهذا من مشاكل القنوات هذه الضالة التي تثير الفتن فيما بين المسلمين، فصار الناس يشككون حتى في أمر المهدي. حقيقة بعض أهل العلم أو بعض من ينسب إلى العلم وقع في هذه الورطة ونفى المهدي وضعف الأحاديث، لكن هي أحاديث صحيحة وثابتة، بل عند بعض أهل العلم متواترة تثبت أن هذا المهدي وهو من سلالة ومن نسب النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم أبي، يصلحه الله في ليلة، يملأ الله به الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. هذا الحديث فيه كثيرة جدا وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعقيدة أهل السنة والجماعة على ذلك، عقيدة أهل السنة والجماعة على ذلك. وأما الدليل من الكتاب ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. جاء في السنة الصحيحة من طرق كثيرة أنه عليه الصلاة والسلام قال الحديث الذي ذكرته. نعم، هذا الدليل. يقول هذا في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام توضأ ثم أخذ كفا من ماء فنضح به فرجه، توضأ ثم أخذ كفا من ماء فنضح به فرجه. الحديث عند أبي داود والنسائي صححه بعض أهل العلم، لكن بعض العلماء يقول أن الحديث فيه ضعف وفيه اضطراب، وعلى فرض أنه صحيح وهو صحيح على كل عند بعضهم، فكيف يكون يتوضأ ثم ينضح فرجه؟ قال المقصود ليس ذلك، وإنما فيه تقديم وتأخير، فإذا استنجى نضح فرجه بالماء ثم بعد ذلك توضأ، فإن كان على ظاهره توضأ ثم نضح فرجه بالماء، هذا إذا أصابه شيء من الشك والوسوسة رمى شيئا من الماء على فرجه حتى يزيل هذه الوسوسة. نعم، يقول حديث يزيد بن أبي مالك وفيه فتوضأ ثلاثة وغسل رجليه بغير عدد، أيضا الحديث ضعف بعض أهل العلم،
وصححه بعضهم. فهل المقصود أن غسل الرجلين يكون أكثر من ثلاث؟ لا، في السنة وغسل رجليه ثلاثة. فإن كان بهما أذى وقدر وشيء من الوسخ فاضطر إلى أن يغسل أزيد، يغسل الثلاث حق الوضوء وزما زادت للتنظيف ولا إشكال فيها. يقول: هل المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة؟ جاء في السنة حديث ابن عباس عبد الله بن زيد بن عثمان بن عفان، حديث الربيع بن معوذ المقدام بن معدي كرب وغيره، أنه توضأ فمضمض واستنشق بكف واحد من غرفة واحدة، فيأخذ ويضع في فمه ثم يلقي ثم في أنفه. هذه هي التي وردت في السنة. أما الفصل الفم ثم أخرى للأنف هذه لم تجد في السنة، لكن باتفاق العلماء إذا فعل فإن وضوءه صحيحا صحيح. وذكروا لصفة المضمضة والاستنشاق ست صفات، وهذا لثنتين منها، والأقرب السنة والذي جاء في السنة هي التي ذكرت أولا. يقول: شخص له تبعوا من يمني حليب اشتهدها معادل الدار السادسة، شخص له ابنة خالته كبرى وأخته الكبرى أرضعتهم خالتهم، وعنده ابنة خالته لم ترضع معهم، فهل يحل له الزواج بها؟ حكم ضمير تسعة، تسع ضمائر يحتاج أن تحللها تحديث. صعب هذا، مشكلة الضمائر هذه من أسباب الاختلاف في تفسير القرآن على من يعود الضمير. فهذا صاحب السؤال يأتي أحسن حتى نعرف من هو ومن خالته وأخته ومن التي أرضعت من إلى آخر ما ذكر، يوضح أن هذا الضمائر التسعة هي كلها غائبة. بارك الله فيك، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.